كتبدأ القصة مع واحد الصاد سميتو ريتشارد كيحاول يقنع صديقته لوسي توصل شنطة لواحد سميتو جانغ. وبيني وبينك هاد لوسي راه قنبولة. سولاتو لوسي شنو في ديك الشنطة، بدا كيدور في عينيه وكيحاول يهرب من هاد السؤال. هنا تأكدت بلي القضية فائنة، بالخصوص أنها كتعرف بلي هاد ريتشارد مخلويض. سولاتو شحال عطاوه، قال له $1000. لوسي مع سمعت $1000 عرفت بلي غالبا الشنطة تكون عامرة بالممنوعات. قالت ليه اسمح لي ما نقدرش ندخل معاك في هادشي وبغات تمشي في حالها، وهو ما يطلع الشنطة مع يدها. لوسي ملي دار هادشي سخطات، بدات كدابز معاه كتقول ليه يفكها. قال ليه بلي الساروت الواحد عند جانغ، وإلا بغات تحيد المينوت خاصها ضروري تدخل لعندو. هنا لوسي لقات راسها حاصلة وما بقى عندها حتى شي حل اخر من غير انها تدخل. قصد دار الاستقبال تسولهم على هاد جانغ، ما قالت سميتو بان في وجه الموظف اللي تما بلي تخلع. طلب منها تسنى تصل بيه، وما داش بزاف ديال الوقت حتى بان ولا شي وجوه شرع قاصدينها. ترى قلت لك خوتنا غير مقدرين، وجههم مكتوبه فيه الله يقرب لها. في نفس الوقت سمعت صوت القرطاس، دارت موراها بلا شي حد تيرا في ريتشارد قتلو. هنا برد ليها الماء في الركابي، بغات تعلق ولكن هي هات تي واش دخول الحمام فحال خروجو. هزوا هادوك المقدرين وقصدوا الغرفه ديال جانغ، وهما مدخلينها كانت كتشوف الدم والجوجات في كاع البلايص. ما بقات عارفه راسها واش دخل الوطين ولا دخل الكرنة. ما داش بزاف ديال الوقت باش جابوها، حتى ضربت على جانغ قاصده وحالته عامره بالدم. قلت ليك خونا كزار، شير ليهم براسو هزوها جلسوها في البيرو. موراها اتصل بواحد يترجم وبدا كيهضر معاها. جانغ كيهضر بالشينويه، هي كتهضر بالانجلي، وهذاك اللي في التليفون كيترجم. بدات لوسي كتبكي عليه بالزعما تبقى فيه، ولكن غتكون غير كتضيع الدموع على والو. سولها شكون صيفطها، قالت لي انا ما عارفه والو، ريتشارد لصق لي الشنطه في يدي وخلاني نجي لهنا. الشينوي من الخبره ديالو عرفها كتقول الحقيقه، عطاها الكود ديال الشنطه قال لها تفتحها وتخبع هو الرجال ديالو. لوسي من التصرف اللي دارو عرفات بلي ممكن تكون الشنطه عامره بالمتفجرات. في الاول رفضات تفتحها وهما ينين يشوفها الرجال ديالو. ديك الساعه قررت دير داكشي اللي قالوا ليها، حيت يقدر ما يكونش فيها متفجرات وتعيش. اما الا رفضات تفتحها فراه كتشوف في الموت مباشره. دخلات الكود، حيدات القفل وحلات الشنطه. من زهره ما كانش فيها متفجرات وقدرات تفلت هاد المره. سولها جانغ شنو في ديك الشنطه، قالت لي 4 ديال الاكياس فيهم ماده زرقاء. جانغ سمع هادشي ارتاح وامر الرجال ديالو جابوا واحد المدمن، جلسوا قبالته عطاوه يجرب ديك الماده. مع ضربها تفعفع وشدته هيستيريا ديال الضحك. بداو الرجال ديالو حتى هما كيضحكوا، وهو يدير لي ديك باخ صيفط لي قرطاس للراس، سكت لي الحجره وقال لهم شنطه نياهو، زعما اللي ضحك يضحك على امه. لوسي ملي صفى لهذاك بروده قالت مع راسها في اي لحظه ممكن حتى انا نوده، ولكن اللي ما توقعاتوش هو يعرض عليها تخدم عنده. لوسي رفضات وهو يجي فيها المساعد ديالو بكروشي يغيبها. من بعد مده فاقت القطره في واحد الغرفه وكتحس بزاف ديال الالم في كرشها. قلباتها لقات فيها الدم، طلعت في جنبها بانوا لها معدات ديال العمليه، وهي كتقول مع راسها بلي غالبا حيدوا لها الاعضاء ديالها. دخل واحد من رجال جانغ عطاها حوايج لبساتها ومخداها لعندو. سولاتهم شنو وقع ما ردوش عليها، حتى لهاد اللحظه خرج واحد كيهضر بلونجلي قال لها بلي خبعوا لها في كرشها واحد العقار سميتو سي بي اش 4. هاد العقار نوع ديال الممنوعات يلاه ابتكروه، وزرعوه لوسي وشي وحدين في كرشهم باش يهربوه لاوروبا. مع قالوا لهم هادشي غطاو لهم وجههم وخداوهم لواحد البلاصه بين ما توصل الوقيته ديال الرحله ديالهم. ولوسي محبوسه، دخل واحد من دوك الشناوة بغا يتكرفس عليها. لوسي بدات كتقاوم وجرحاتو في صبعو وهو يسخط، طيحها في الارض وبدا عليها بالركل. هادي تنفع هادي الضر، خلاوها تما مجبده وخرجوا. فهاد اللحظه حطت يدها على كرشها لقاتها كتنزف، ود المسخوطه ضربها للفتحه اللي خشاو منها الممنوعات. والمصيبه تقبات الميكا اللي فيها سي بي اتش 4، مع بدا كينتشر وكيتفاعل في الجسم ديالها بديك الكميه الكبيره. بدات لوسي كتهز وتخبط مع الحيوطه، كتضرب مع السقف، فحال الجاذبيه ما بقاتش كتاثر عليها. ومع وقف التاثير ديالو غيبان بالعين ازراقو وولات شكل. جلست فوق الكرسي في حيله حتى حاجه ما وقعات، وفي هاد الوقيته جا واحد اخر من الحراس بغا يتكرفس عليها. الغريب في الامر هو لوسي في حيله ما بقاتش خايفه، بدات كتغري حتى قرب لعندها. ديك الساعه دارت لي تصطصط شقلبات الفقيره تمو، جرات الطبله لعندها خدات السوارت حلات سنسله باش رابطينها، هزات الفردي ديالو وخرجات. وغيبان بلي داك العقار اثر عليها وخلى عندها شي قدره في الشكل. خرجات من تما لقات هذاك اللي ضربها وصحابه قصرين حدا الباب فين تحبهم، كلات شويه من الماكله ديالهم، موراها جمعت كاع الاسلحه في صاك، ضربات جاكيت وخرجات من تما. وفي الوقيته اللي كدير هادشي كانت مكالمية بزاف، وكاع داك الخوف والتقفقيف اللي كانوا فيها قبل ما يدخل العقار الجسم ديالها مشاو. نعم انها المخدرات. في الباب بانوا لها جوج واقفين حدا الطاكسي قصداتهم. سولات الاول واش كيدوي لونغري، قال لها لا. ايوا علاش عايش باق وانت وجه المسمنه كدوي لونغري شويه؟ يس اوف كروسه، طلع سوق ديني الاقرب سبيطار. الشينوي مسكين من قوه الرعده ورك حتى غبر المسمار. في الطريق بدات كتلاحظ لوسي بلي عقلها ولا خفيف بزاف وكيفهم بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء غتاكد منه وهي داخله للسبيطار، بحيث لقات راسها ولات كتفهم اللغه الصينيه وهي عمرها قراتها. قصدات غرفه العمليات لقاتهم كيكزروا في شي واحد، مشات ديريكت للتحاليل، بقات كتدرسهم شويه.
وراها مشات تيرات في المريض قتلاتو لاحتو من البياط وتجبدات في بلاصتو. سولها الطبيب هو كي طرحت هادشي دارت، قالت ليه الورم دل عليه في الاعضاء ديالو وفي جميع الاحوال كان غيموت. الطبيب بان في وجهو بلي تصدم حيت كان عارف هادشي وكيدير العمليه غير باش يدخل الفلوس للسبيطار، ومن هادشي كامل غير فهمو بلي داك العقار خلى لوسيت ولا ذكيه بزاف. سولها الطبيب شنو بغات، حرات ليه الجرحه اللي في كرشها وقالت ليه جبد الميكا ديال العقار. بغى الطبيب يبنجها ما خلاتوش، ديك الساعه حلاها كرشها وبدا الخدمه. الطبيب ملي تكالما وعرفها ما غادا دير ليه والو بدا كيدي ويجي معاه في الهضره. سولها شنو وقع ليها، قالت لي خطفوني شي مهربين وزرعوا لي داك العقار في كرشي باش ندخلوا لاوروبا. سولها الطبيب اش من عقار هذا، قالت لي سي بي اتش 4. الطبيب مع سمع هاد السميه تصدم. سولاتو لوسي مالو، قال لي شحال هادي سمعت بلي كيحاولوا يصنعوه ولكن ما توقعتش يكونوا نجحوا. سولاتو لوسي اش كيدير هاد العقار، قال لها الطبيب كتقول الاشعه بلي تيخلي الانسان يخدم 100% من عقله. مور هاد الهضره جبد لها الميكا ديال العقار، خيط الجرحه وخرجت من تما. ولكن واخا تحيدت الميكا فراه مازال كميه كبيره متفاعله مع الجسم ديالها، الشيء اللي كيعني بلي التاثير ديالو مازال مطول. في نفس الوقت في واحد الجامعه غيكون واحد الاستاذ كيشرح للطلاب شنو غيوقع الا استعمل الانسان 20% من الذكاء ديالو، حيت اصلا كاع هادشي اللي واصلين ليه ويلاه كنستعملوا 10%. باقي داك المكلخ ديال صاحبك اللي شاك فيه ما وصلش حتى 2%. داكشي اللي يقدر يديرو الانسان الا استعمل 20% من عقله كان مبهر بزاف. فهاد اللحظه نقز واحد سولو شنو يقدر يدير الانسان الا استعمل 100% من القدرات ديالو. بدا الاستاذ كيدور في عينيه وقال ليه ما نقدرش حتى نتخيل، وعلى اين هادشي كيبقى مجرد فرضيات. موراها سال الحصه. اول حاجه دارت لوسي من بعد ما اكتشفت بلي ولات عندها قدره خارقه، هزات جوج فراده وقزات المقر ديال جانج، وهي داخله اللي خرج قدامها من الحراس ديالو كتصفي الحبو. خلاتهم كاملين مجبدين في الارض ودخلت عليه الشومبر لقاتهم كسل. جبدات جوج ما زرعتهم لي في يديه وبدات كتعاود ليه شنو وقع من بعد ما تسرب العقار الجسم ديالها. قالت لي بلي ولات كتفكر بسرعه كبيره بزاف، كتفهم كاع اللغات ديال العالم، سريعه قويه واكثر من هادشي كتشوف من خلال الحوايج، والصوت ديال العظام هما كيكبروا كتسمعهم. مور ما قالت لي هادشي سولاتو في الكميه الاخرى ديال العقار ما بغاش يقول ليها. ديك الساعه حطت صباعها على راسه وبدات كتقرا الافكار ديالو، وهاد القدره غتكون حتى هي ولات عندها من بعد ما تسرب ليها العقار. بقات كتعمق في دماغه وكتقلب، وفي الاخير عرفت بلي واحد من اللي زرعوا ليهم العقار في كرشهم غادي لبرلين، ثاني روما والثالث لباري. ديك الساعه خلاتو تما بالماس مخشيين في يديه وخرجات. رجعت للدار اللي عايشه فيها هي وصاحبتها، جبدات الباسي ديالها وبدات كتبحث وكتحاول تعرف شنو واقع ليها. وصفات الحاله ديالها في جوجل، طلعت ليها الدراسه ديال داك الاستاذ الجامعي، ولقات بلي هادشي اللي واقع ليها والقدره اللي عندها كينطابق مع داكشي اللي قال الاستاذ غيولي عند الانسان في حاله تستعمل 100% من الذكاء ديالو. اتصلت بالاستاذ قالت لي هادشي وطلبت منه يعاونها تعرف شحال باقي لها وتموت. الاستاذ في الاول ما تاقش بيها، هنا اضطرت تحكم في الاجهزه اللي في داره باش تثبت ليه بلي كتقول الحقيقه. مور هادشي دارت معاه يتلاقاو من هنا 22 ساعه وخرجات. من بعد الروينه اللي دارت بداو تصورها كيدوزو في كاع الاخبار الصينيه، بدلات اللون ديال شعرها اللي حتى هي ولات من القدرات ديالها. واتصلت بواحد المحقق اسباني سميتو ديليريو، قالت لي على هذوك الهزيل الممنوعات في كرشهم. صيفطات ليه تصاورهم والوقت ديال الرحلات ديالهم وخلاتو اعتقلهم كاملين. موراها جدات الطياره لعندو وهما طايرين على غفله بداو الخلايا ديالها كيتفرتو والجسم ديالها كيتلاشى. ختنا في هاد اللحظه خافت بزاف وما عرفت ما دير، بقات كتفكر شويه. موراها جداتها بزريه للطواليت، جبدات داك العقار اللي حيد ليها الطبيب وبدات كتاكلو. بالفعل قدرت توقف التلاشي ديال الخلايا. موراها غيبات ومن اللي فاقت لقات راسها في السبيطار مينطا مع البايات. دخلات الفرمليه تدق لها شي مهدئات لقاتها فاقت. ديك الساعه مشات كطير غوتت لداليريا والمحققين الاخرين، دخلوا كيجريو لقوها ناضت. نيشو فيها امرها تستسلم وهي تغيب حبهم كاملين الا داليريو. داليريو شاف هاد الشيء برد ليه الماء في ركابي. سولته فين هادوك اللي كانوا مهربين العقار في كرشهم، قال لها خديناهم للسبيطار نحيدوه ليهم. نمشيو للسبيطار والبوليس مدخلينهم لغرفه العمليه يحيدوا لهم العقار من كرشهم. هجموا عليهم الرجال ديال الجانج، قتلوا البوليس كاملين وبداو هما كيجبدوا العقار من كرشهم. واحد من هادوك اللي هازين العقار شاف صاحبه كيتفتح قال شنو ما كنحسش براسي مرتاح، وهو يتيري في حبو للراس صيفطو يرتاح بمره. قدروا يجبدوا كاع الاكياس وهما خارجين من تما لقاو لوسي وداليريو كيتسناوهم. بغاو يهجموا عليهم على القات حبهم كاملين، جمدات الشاف ديالهم، خدات الشنطه ديال العقار وتحركت هي وداليريو. في هاد الوقيته يكون جانج مستني الرجال ديالو يجيبوا العقار حتى غتبان لي خارجه من تما. ديك الساعه امر الشيفور يتبعها. من بعد مده ديال الطريق وصلت هي وداليريو عند الاستاذ اللي كان مستناه هو وصحابه باش يدرسوا الحاله ديالها. مع تلاقات بيهم وصل جانج والرجال ديالو، بداو كيوجدوا باش يهجموا عليهم وياخذوا داك العقار. لوسي قدرات تحس بهم عن طريق القدرات ديالها وطلبات من داليريو يحاول يامن المنطقه حيت محتاجه تكون مركزه هاد الساعه. هزوا الشناوه الاسلحه ودخلوا تما لقاو داليريو والفريق ديالو مسنيينهم. بداو كيتبادلوا التير والدعوه غترون. في نفس الوقت غيكون الاستاذ وصحابو كيدوبوا داك العقار باش يحقنوه كامل في الجسم ديال لوسي، وغتكون كتخطط باش تحول لحاسوب كبير عارف كل شيء واصل الحوايج ما وصلش ليهم الانسان. حاول الاستاذ يقنع التراجع الا دكات ديك الكميه كامله محال تعيش،
ولكن لوسي كانت مصرة. نرجعوا عند داليريو وهو ما كيتبادلو الدير مع الشناوة جات في قرطاسة، ماتوا بزاف من الرجال ديالو وغيبان بلي الشناوة غامقين عليهم. لوسي مع دخلات ديك الكمية الكبيرة ديال سي بي اتش 4 للجسم ديالها، بداو الجزيئات المكونة اللي كيتلاشاو وكيقلبوا على مصادر الطاقة. استولوا الجزيئات على طابعات هواتف باسيات واي حاجة كتخدم بالضوء. موراها بدات لوسي كتحول لحاسوب كبير، وفي نفس الوقت كتنتقل بين الازمنة وكتخزن فيه المعلومات وداكشي اللي كتشوف وكتكتشف. هز واحد من الرجال ديال الجان قذيفة ديال الصواريخ تيرابيها في البوليس وكتسمع ديك بوم صفها ليهم كاملين. وداليريو كلها ديال بصح تحول النص ديال لوسي الحاسوب وما حدا كتزيد تكتشف والجسم ديالها كيتلاشى. فهاد اللحظة دخل جانك نيش فيها مع تيرا تلاشت بشكل نهائي. نيش في الاطباء سولهم فين مشات، قالوا لي ما عرفناش. يلا غيتيري فيهم. دخل داليريو تيرا في حب وقتلهم، بقى داك الحاسوب اللي هو لوسي كيحلف داكشي اللي اكتشفاش انتقل بين الازمنة وخزن كاع المعلومات في واحد اليو اس بي عطاهم الاستاذ. وهكا غتكون لوسي ضحات براسها باش تقدم للبشرية ابحاث عمرهم كانوا تيحلموا يوصلوا ليهم. والخلاصة ديال القصة هي كثرة التفكير كتخلي بنادم يتلاشى بكري. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو جاي. بيس.